سمير. صباح النور. شلونك؟ زين. شلونك اليوم بالرياضيات؟ زين. جاوبت؟ يعني 10؟ امير راح تبدي العطا ولا راح تروح؟ الاربي. راح تروح الاربي. اجي وياك. مو بارده؟ راح تروح هناك تتونس؟ دزي الصور عود من هناك. عطله سعيده. باي باي. ديمة. صباح النور. شلونك؟ زين الحمد لله. ديمة اليوم خلصتوا امتحانات نصف السنه، انتوا صف الرابع. ديمة وين راح تروحين بالعطله؟ الحدائق بالمدينه العاب. يا بدي تلعبي جده ما تروحون؟ ايوه راح. ديمة ما تروحين مدينه العاب والزوره وهاي تزيلي الصور حتى انشر لكم اياها. شكرا. عطله سعيده. شكرا. يلا صباح الخير. صباح النور. شلونك؟ زين. ودك اليوم خلصت امتحانات، إيه؟ وراح تروحين بالعطله؟ راح اروح ويا اهلي للعمره ان شاء الله. عمره مقبوله مقدما، ادعي لنا هناك. زينا الصور حتى نشوفها. تمام ان شاء الله. ان شاء الله. باي باي. ريتاج. شلونك؟ الحمد لله. ريتاج اليوم خلصت امتحانات ما نصف السنه، وين راح تروحين بالعطله؟ للمول. وراح نروح للجزيره. راح تروحون صوروا لي من هناك ودزوا لي الصور. شكرا. باي. كيف حسوني؟ صباح النور. زين. حسوني اليوم خلص امتحانات مو؟ كان عندك امتحان؟ رياضيات. جاوبت؟ يعني 10؟ حسوني هسه راح تبدي العطلة، راح تشبعون نوم وترتاحون. وين راح تروحون بالعطلة؟ راح للحدائق ولا راح للمطاعم. زين. راح تتونس؟ راح تقضيها طلعات، بس اريد الصور دز لي اياها. تمام؟ شكرا. عفوا. هلا. صباح النور. شلونك؟ زين. اليوم خلصنا امتحانات، شو امتحنت اليوم؟ امتحنت رياضيات. سهله الاسئله لو صعبه؟ سهله. زين رامي راح تبدي العطله، عندكم عطله صارت 15 يوم، ما راح تروح؟ بعدنا مو مقررين. ليه هسه مو مقررين؟ ايه. غير تقرر ما تروح بيت جدو، بيت عمو خالو. اسمشي. ان شاء الله. من تروح دز لي الصور. اي ماشي. يلا. زين الحمد لله. شلونك اليوم بالرياضيات؟ زينه. مجاوبه؟ مجاوبه. 10؟ 10. اليوم اخر يوم امتحانكم صف الرابع، راح تبدي العطله وحصل العطله 15 يوم، وين راح تروحون؟ راح اول شيء بيجي تزورهم، بعدين خالاتي، بعدين بابا يونسنا. ان شاء الله. عطله سعيده. شكرا. هلا. ملوكي. صباح النور. شلونك؟ زين الحمد لله. ملاك اليوم اخر يوم امتحانات وبدت العطله الربيعيه، وين راح تروحون؟ للمول مدينه العاب. مدينه العاب، بس انا اريد الصور، ما تروحون هناك تدزوا لي اياها؟ ايه. ان شاء الله. شكرا. عفوا. هلا. صباح النور. شلونك؟ زين. شلونك اليوم بالامتحان رهب؟ زين الحمد لله. جاوبتي؟ سهله الاسئله لو صعبه؟ سهله. زين رهب، بدت العطله وانتم اليوم اخر يوم امتحان، وين راح تروحين بالعطله؟ للمدينه العاب والمطاعم. ان شاء الله. دزوا لي الصور من هناك. أيوة. اخذوا الصور دزوا لي اياها. تمام. أيوة. يلا باي. باي. رقيه. صباح النور. شلونك؟ شلونك بالامتحان؟ رقيه وين راح تروحين بالعطله؟ للمول. بس اريد الصور من هناك، تجيني صور حلوه. ان شاء الله. ان شاء الله. عطله سعيده. سعيده. باي. خير روان. صباح النور. شلونك؟ روان اليوم خلصت امتحانات نصف السنه، وين راح تروحين بالعطله؟ للجزيره وقريه دجله. راح تروحون صورونا هناك ودزوا لي الصور. اوكي. ان شاء الله. شكرا. عفوا. خير ماس. صباح النور. شلونك؟ اليوم اخر امتحانات صف الرابع، شلون شو الامتحان؟ زين. شنو شلون عندكم امتحان اليوم؟ رياضيات. ريماس راح تجي العطله، وين راح تروحين بالعطله؟ المول بيت قريه دجله. قريه دجله راح تروحين؟ وصوري لنا هناك وتزينا الصور. ماشي. زين. شكرا. الخير اديان. صباح النور. شلونك؟ زين. اديان اليوم خلصت امتحانات الصف الرابع، شنو امتحنتي اليوم؟ امتحنتي رياضيات. شلون هالاسئله؟ سهله. جاوبنا؟ نعم. ان شاء الله. 10؟ شاء. وين راح تروحين بالعطله؟ للزوراء. للزوراء، صورونا هناك ودزوا لي الصور. شكرا. عفوا. سوني. صباح النور. شلونك؟ زين. اليوم خلصت امتحانات وراح تبدي عطله نصف السنه، وين راح تروح بالعطله؟ للزوراء. بس للزوراء؟ وبعد وين راح تروح؟ للمول. صور لي من هناك ودزي الصور. شكرا. حسوني. صباح النور. حسوني اليوم خلصت امتحانات، وين راح تروح بالعطله؟ راح الاربيل وديت العب. الاربي راح تروح؟ الجو مو بارد هناك؟ لا عادي. يعني عادي، بس اريد الصور من هناك دز لي اياها. ان شاء الله. عطله سعيده. حسوني. صباح النور. شلونك؟ زين. شلونك بالامتحان؟ زين. جاوب. ايه. حسوني اليوم خلصت امتحان، وين راح تروح؟ بيت جدو للمول. ان شاء الله. عطله سعيده. يلا. شكرا. يلا استريح. ايمان. صباح النور. شلونك؟ الحمد لله. ايمان اليوم خلصت امتحانات واخر يوم انتوا صف الرابع، وين راح تروحين بالعطله؟ راح اروح للمول ومدينه العاب. ان شاء الله. دزولي الصور من هناك، اريد اشوفها. سهل. ان شاء الله. شكرا. عفوا.
شانش نرجس راح تبدي العطلة وانتو صف رابع خلصت امتحانات وين راح تروحين؟ هروح حديقة الحيوانات. هذه الصور منك صوروا جزولي تمام؟ عطلة سعيدة. باي. صباح الخير. صباح النور. شانج ميار اليوم آخر يوم امتحانات بدت العطلة وين راح تروحين؟ تركيا. راح تروحين تركيا تتونسين تزيل الصور منك تمام؟ باي. مر شانج سمر اليوم خلصت امتحانات وين راح تروحين بالعطلة؟ للزوراء. عافية راح تتونسين هناك ان شاء الله تزين الصور عودة تشوفها تمام. شكرا باي. خير علاوي. صباح النور. شانك زين خلصت امتحانات اليوم بدت العطلة وين راح تروح علاوي؟ النجف. تروح تزور هناك ايه. ان شاء الله دعينا وياك ايه. ان شاء الله عطلة سعيدة. شكرا باي. خير يوسف. صباح النور. شانك يوسف خلصت الامتحانات راح ترتاحون وين راح تروح بالعطلة؟ للجزيرة. بس الجزيرة وبعد ولسندباد. السندباد العاب سندباد اريد الصور تجيني من هناك اريد اشوفها تمام. يلا عطلة سعيدة. باي باي. يلا سارة. صباح النور. شانك زينة. سارة وين راح تروحين بالعطلة؟ المنتزه بيت جدي. صدقتي تونسيت باتين بيت جدي لو ترجعين؟ لا نرجع. ما تبقون هناك ايه. ان شاء الله دزولي الصور عود. ماشي. يلا عطلة سعيدة. شكرا. هلا حسوني خلصت امتحانات اليوم مو؟ وين راح تروح بالعطلة؟ حديقة الحيوانات المول. للمول؟ تتونس هناك؟ اي. دز لي الصور عود. اوكي؟ متفقين؟ نعم. يلا عطلة سعيدة. يلا.